عملنا قاعدة فهمني مع فريق نيجيريا وتعشينا مع بعضنا في الأوتيل، ورئيس الجامعة نتاع النيجيرية فهمني عمل خطاب وفرح فهمني معنا بتونس واستقبلنا استقبال فهمني كبير فهمني. وقالكم الخطاب الخطاب اللي عمله قال فيه، قال فهمني في الختام نتاعو قال نعلمكم بحاجه فهمني، راهو الفريق اللي يوصل يربح فهمني نيجيريا في نيجيريا هو فهمني اللي باش يهز كاس العالم. أيوة. معناها فهمني معناها يا ناس راهو ما تحاولوش فهمني تربحونا غدويكا، راهو صعيب برشا فهمتني، لان احنا هنا عمرنا ما خسرنا ماتش اميكال فهمني مستحيل فهمني. الماتش الوحيد اللي احنا جبنا فيه نتيجه فهمني ماهاش مرضيه هو ماتشنا فهمني ضد سانتوس الفريق نتاع بولي فهمني نتاع البرازيل، لعبوا ماتش اميكال مع سانتوس غادي في لاغوس وعملوا 1-1، قال ذاك النتيجه ذيك فهمني اللي عملناها خايبه فهمني، اما الباقي الدول الكل والفرق الكل اللي تجي تلعب هنا في لاغوس هنا لازم تستخسر وتروح فهمني، اما الفريق اللي باش يربحنا هنيا راه هو اللي باش يهز كاس العالم فهمتني. يا اخي فهمني من غدويكا فهمني لعبنا لهم فهمني معناها وضربناهم وربحناهم فهمني 1-0. ايوه نمشيو مع التفاعل سيد توفيق مع السادة المستمعين. صديقنا صديق البرنامج محسن بن مبروك من فاقس يقول للاسف سيد توفيق مسيره حافله، رجل مثقف ووطني لكن الجزاء كان لما وقع استبداله بشزناك بلغ احر السلامات. صديقنا صلاح بشيري كذلك متابعي الاوفيه للحسه من مدنين، تحيه كذلك تجيك من عند بالطيف ايضا من جابس بالتحديد من مطبات. صديقنا الاعلامي من اذاعه توزر رفام سي سعيد بن ابراهيم يحييك من ربوع الجريد ويحيي كل مستمعي الجنوب الشرقي. مراد بن جربه يتوجه بالتحيه كذلك لضيفنا سي توفيق. صفحاتنا الرياضيه كذلك نشيطه، نوجه تحياتنا تشجيعاتنا للمشرف على هذه الصفحه فوتبول تونيزيان كلوب، كذلك صفحه اخرى ناشطه بنشر الصور وتعليق المباريات واللاعبين كذلك مدربين من كل فرق والجهات ومن عشاق الاحمر والابيض الصديق اسماعيل الزمالي. شكرا على التحيه والى كل مستمعينا من تونس العاصمه. هذه تقريبا تحايا توصلنا على الصفحه الخاصه. نمشي سي توفيق توا اللي ترشحنا للمونديال واخيرا هكا ولا؟ اي نعم. باه هات توا نحكيو كيف حصل الترشح وفرحه الناس الكل وفرحه انتم وفرحه اللاعبين، توا الكره في مرمى اللاعبين والمدرب هكا المدربين. نعم. باهي هات نبداو كيفاش كانت البرنامج نتاع التحضيرات. برنامج التحضيرات احنا وقت اللي ترشحنا في المقابله الاخيره اللي صارت في تونس ضد مصر فهمني 4-1 فهمتني اللي صارت في المنزه. بعدك المقابله هذيك سيبنا اللاعبيه للجمعيات نتاعهم على خاطر وقتها ماك تعرف اني وقت اللي تلعب ليكيب ناسيونال في تونس ولا البرة البطوله نتاعنا فهمني تقف هنا في تونس ما تتواصلش. ايوه. بعد ما ولهذا بعد ما كملنا الماتش الاخراني اللي ترشحنا به احتفلنا فهمني باللاعبيه فهمني في الفندق وفي الاحتفال هذاك فهمني الوزره الكل نتاع البلاد جات فهمتني معناها والناس الكل فرحت فهمني معناها وفرقه فهمتني ومش نفلغ عملنا فهمني زنس احتفال كبير بالترشح هذاك. ايوه. الترشح دام حتى الأربعة تاع الصباح فهمني وفاء فهمني معنا الاحتفال هذاك فهمني ولهذا قلنا فهمني نعملوا اجتماع فهمني مع الملاعبيه فهمني لان الوزير حب يكلمهم ورئيس الجامعه حب يكلمهم وليت طلعت الملاعبيه الكل لسال دو كونفيرونس هذاك باش يجتمعوا فهمني مع الوزير. الوزير فهمني معنا شكرهم وفهمني رئيس الجامعه كيف يفشرهم بعدش قال لهم رئيس الجامعه عندكم 8 ماتشات في البطوله مازالت ما تلعبتش توا باش تمشيوا تلعبوا فهمني مع جمعياتكم وتشاركوا مع جمعياتكم وتخدموا مع جمعياتكم واحنا فهمني من بعدش وقت اللي يقرب مشان الارجنتين فهمني توا نعيطوا لكم توا نعملوا تربص فهمني قبل بشهرين فهمني معنا ونستدعاكم فهمني معناها باش نحضروا فهمني الخدمه نتاع الارجنتين. هذايا الفكره باش نمشيوا مع نرفعوا الاذان ثم يتواصل حديثنا مع حديث النجوم مع صديقنا الكابتن توفيق بن عثمان في هذا الجزء الثاني.
تسمعوا أوليس إف إم في سيدي مخلوف على 104.3. مستمعين الأفاضل، نرفع لكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لجزيرة جربة. الرجاء مراعاة فارق التوقيت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حينما يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. تسمعوا أوليس إف إم في جرجيس على 104.3. تقبل الله أستاذ الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، وعودة مع حديث النجوم ونجم السهرة الليلة في الجزء الثاني مع كابتن توفيق بن عثمان. سي توفيق، مرحبا بك مرة أخرى. هذا اللقس وتوا مشينا للمونديال، أنتم كإطار فني كيفاش كنتوا تفكروا؟ هل كنتوا تفكروا في تفادي هزيمة ثقيلة برشا كما خاصة الجزائر وهزيمتها 9-1 مع يوغوسلافيا، أما تحقيق انتصار تفاجئوا به الجميع، وإلا تلعبوا هجوم تسجيل أكثر أهداف ربما دخول اللاعبين في التاريخ، وإلا اللعب والاكتفاء بتعادل في هذه الدورة؟ شوف، بعد مردودنا الكبير اللي عديناه فهمني ضد الفرق الكبرى فهمني كما
قلت لك المغرب وكيما الجزائر وكيما نيجيريا وكيما مصر يترشحنا على حسابهم هذوما فهمتني. حطينا في بالنا ان فهمني الفرق الاوروبيه فهمتني ما تزيد علينا حتى شيء وما تزيد فهمني على هذه الفرق الافريقيه حتى شيء، لا تزيد لا على المغرب لا على الجزائر لا على نيجيريا لا على مصر فهمتني. الفرق الاوروبيه فهمني ما تزيدش علينا حتى شيء، ولهذا فهمني معناها مشينا عندنا ثقه في رواحنا، مشينا باش نقدموا مردود طيب، ومشينا باش نلعبوا الند للند فهمني احنا وفهمني والفرق هذيا فهمني في الارجنتين، وباش نقدموا فهمني الكره التونسيه وباش نعرفوا بالكره التونسيه وباش نعرفوا ببلادنا فهمتني معناها فهمني في الارجنتين فهمتني. ما مشيناش فهمني معناها خايفين ولا باش نلعبوا الدفاع ولا وانا عملنا تكتيك فهمتني معناها الدفاعيه نتاع حذر ولا نتاع حاجه، لا لا جميل مشينا باش نلعبوا الهجوم باش نحاولوا نسجلوا اهداف ونحاولوا فهمني باش نربحوا فهمتني معناها المقابلات فهمتني اللي باش نلعبوها. بالنسبه لي جاتنا تحيه كبيره باش نوجهها لصديقنا صديق سي توفيق موسى في الوسطيه مره اخرى، يبعث كومنتير يحييك ويقول اللاعب الممتاز صاحب التصويبات القويه بخاصه اثر المخالفات. هذاك علاش سي توفيق احنا بدلنا لك التكتيك اليوم، لحد الان رانا ما نجمناش نماركو حتى بونتو. بوعيش يقول لي خلي حتى بعد الحصه نشوفه، تعرف ايش قال لي هو؟ قال لي في الكوليس قال لي كان الحصه اللي فاتت ما لعبش بوعيش وخسرنا الحصه هذه نلعبه، قال كان ربحنا سي توفيق هاكا تعدينا 1-1 تطلب من الماتش الثالث يجيب معها مجيد شتالي، كان ربحناه وبسكور كبير ما غير ما نلعبوا الحصه الماتش الشوط الثالث هاكا ربحنا معناتها ترشحنا للارجنتين. على كل تحيه لصديقنا اخونا منصف الوسلاتي اللي يستعرف برشا باللاحيه النفسيه، دور كبير برشا قمت به اخونا توفيق. هات نذكر الجانب النفسي هذا يا سي توفيق، وقت اللي الشوط الاول كملناه مع الفريق نتاع المكسيك وخاسرين 1-0 بين الشوطين، كيفاش يتعامل الشتالي مع اللاعبين؟ وتو نشوفوا رده الفعل كذلك بعد ما وفى الماتش، كيفاش كان رده الفعل انتم كاطار فني في بين الشوطين؟ والله ردة الفعل فهمني احنا عادية فهمني، لأن في الشوط الأول فهمني ضد المكسيك الملاعبية فهمني كانوا شوية مكبلين فهمني تقيهم فهمني ما نعرفش الخوف مسؤولية من قيمة خوف من قيمة المونديال ولا خوف من 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 المكسيك اللي فهمني في الوقت ذاك المكسيك كانت يعني كان فريق قوي فهمني وقتها في معناها من جمله الفرق نتاع العالم. حبيت باش نذكر سي توفيق باش نذكر ربما السادة المستمعين باش نحب نهزك للنقطة هذه، وقت اللي تغشش الشتالي وخرج بين الشوطين أنت وفي الماتش كي رجعوا للنزل كيفاش كان تصرف سي توفيق بن عثمان وكيفاش رجعت الجو والعلاقة ما بين الشتالي والملاعبية؟ تذكر هذه؟ هذه صارت في التحضيرات هذه فهمني وقت احنا فهمني معنا محصورين في اميركار في الاوتيل. اها اي في الاوتيل وقتها فهمني نحضروا احنا في المقابله نتاعنا وقتها ومع شكون هي مع نيجيريا ولا المقابله نتاع نيجيريا اللي لعبناها في تونس هذه. واللي تعدلنا فيها 0-0 هذيا علاش تعدلنا فهمني 0-0 وما نجمناش نماركيو؟ لان في نيجيريا وقت اللي جات سكنت هنا في ابو نواس قمرت هنا عندنا في المرسى. والفيدراسيون ديما تحط مرافق فهمني للفريق الجزائر يطلع معهم في الكار يرجل لهم امورهم في الريستوران في الاوتيل فهمتني واحد فهمني معناه مرافق لاهي بهم هما. باهي نهارة الماتش فهمتي نتاعنا مع نيجيريا نيجيريا عملت اجتماع فهمتي في الـ في الـ في, الـ في الاوتيل وهالاجتماع هذايا اشكون اللي حضر فيه معناها لونترينور فهمتي نتاع الترجي وقتها بوباك اسمه بوباك يوغوسلافي لان احضر فيه لان صاحبه فهمني لونترينور نتاع نيجيريا يوغوسلافي كيفو يعرفوا بعضهم وكل شيء جاء هو فهمني بوباك جاء للوتيل غاديكا ما نعرفش بالصدفه فهمني والا امور متحضره جاء حضر في الاجتماع نتاع نيجيريا فهمني الاجتماع ذايا فهمني باش يحضروا الفريق نتاعهم اش باش يعملوا فهمني ضد الفريق التونسي
فهمتني؟ عاد فهمني في الاجتماع هذايا المرافق نتاعنا اللي المبعوث من الفيدراسيون اللي هو حاضر فهمني غديكا فهمني حاضر معاهم غديكا في الاوتيل في الصاله فهمتني وشاف اللي لونترينور نتاع الترجي بوبا كذايا طلع للطابلو وكلم الملاعبيه نتاع نيجيريا واعطاهم فهمني معناها بعض الارشادات والتوصيات فهمتني معناها كيفاش باش يتصرفوا ضد الفريق التونسي ومن جمله التوصيات اللي اعطاهم لهم جاء في الطابلو وكتب لهم نمره 7 اللي هو نمره تميم وكتب لهم وعمل دائرة على نمره 7 وفهمني وكتب نمره 10 اللي هو طارق وعمل دائرة على نمره 10 وقال لهم اللاعبين هذوما الاثنين نتاع المنتخب التونسي إذا هذوما تحصروهم هذوما ومتخليهم يلعبوا راهو الفريق نتاع تونس من مركي حتى بونتو فهمتني معناه وما يسجل لكم حتى هدف فهمتني عاد سيد المرافق هذايا وقت جاء قال لنا هالكلام هذايا اللي فني بوباك هذايا حضر فني في الاجتماع نتاع نيجيريا جاء قال هنا بعد ما وفينا الماتش وبعد ما تعدلنا تصير فهمتني اتغش الشيشة التالي فني معناه وجهل عليه وفني وكيفاش فني تو جاي تقول علاش ما قلت الناس قبل الماتش رانا عملنا حاجات اخرى رانا عملنا تكتيك اخرى رانا عملنا شيء اخر فني قال الله غالب ما حبيتش نقول لكم فهمني سكت وكل شيء ما توا هو علاش فهمني معناها عملنا ماتش نون على خاطر فهمني معناها راهو صار الشيء هذا فهمني عملنا كيف فهمني وطارت له على بوباك وكيفاش فهمني بوباك يجي فهمني معناها ويراني في جمعيه تونسيه وياكل الماء والملح هنا في تونس من معناها ويخلص من تونس من فلوس تونس ويجي يبيعنا فهمني ويجي فهمني معناها للخصم نتاعنا وفهمني للعدو نتاعنا فهمني على خاطر هو ولد بلاده وفهمني قال هذايا فهمني ماهوش تصرف نتاع ناس رياضيين وانا فهمني هاني مروح ومعاش ضرب فيها ضربه زي فهمني حتى بين الجامعه ولا الوزير فهمني ياخذ موقف مع هذا بوباك فهمني وخرج يجري فهمني يا مجيد ديجا قال لي لا مانيش جاي فهمني خويا هاكا الفريق نتاعك هاكا الفريق قدامك فهمني نهار ثلاثه باش يجي للوتيل فهمني يتصرف معاه وعندنا ماتش فهمتني معناها نتاع نهار لحد ماني جاي فهمني وانت حضر الفريق نتاعك خاطر عندنا ماتش مع غينيا كوب دافريك احنا فهمني لحد اللي بعد فهمني قال لي اطلع بالفريق فهمني كل شيء وانا معاك ضرب فيها ضربه ما عاد جاي فهمني وتم خارج هز كرهبته وتم روح هذا اللي صار. ايوه التحيه كذلك تجينا من صديقنا سالم من تطاوين كذلك تحيه ايضا من صالح العطري نوجه له تحيه كبيره برشا خونا سلاح اكيد مكرم حكيمه ايضا من جوهره الساحل وزميلنا الاعلامي يقول لك بالتوفيق سي توفيق خالد بن مصباح ايضا من ابناء الاذاعه والتلفزه الوطنيه وجه له تحيات تحيه اخرى جينا من اعالي جبل بوكارين بالتحديد بصديق حسين الواتي عاشق الهمامه من أرض الكنانة سيد توفيق هذا صديق مصري كان وجه لك أسئلة يقول لي محمد العجوة نحيو كل المستمعين في مصر يقول هل كنتم واثقين من الفوز في مباراة 11 ديسمبر 77 لأن الشتالي ذكر في تلفاز مصري بعد المباراة بالقاهرة يقول إذا كان عندكم خطيب عن 11 خطيب السؤال الثاني يقول هل كنتم تتوقعوا الفوز بأربع أهداف وانهيار دفاع المصري بقيادة مصطفى اليونس بصراحة بعجالة اي بعجالة نحيوه فقط لا تفاعل الناس نتوقعوا فهمني باش نربحوهم أربعة فهمني في تونس احنا خسرنا 3-2 فهمتني وسجلنا عليهم فهمني زوج بونتوات زوج أجوال فهمني لكن فهمني معناها فارق فهمني نتاع واحد بلاش فهمتني ولهذا فهمني احنا بالنسبة لنا احنا في تونس التعادل فهمني ماهوش ممكن فهمني ما يساعدناش يلزمنا الفوز فهمني ولا غير الفوز نعم كذا ايوه كذا الفريق فهمني معناها وقادرين فهمني وعرفنا رواحنا اللي باش نسجلوا فهمني اهداف لكن فهمني باش نسجلوا اربع اهداف ما كناش ما عاملين على كنا باش نربحوا المقابله اما فهمني باش نسجلوا اربع اهداف نعم كذلك تحيه ايضا لعلي دحمان ايضا من القاهره والاخر يتوجه بالتحيه لضيف الحصه سي توفيق سمير واسامه من تونس يوجهوا لك كذلك تحيه ما نساوش ايضا تحيه الى كل الاصدقاء هذايا بالنسبه للمستمعين في احد ابنائك تحيه كبيره تجيك سي توفيق من احد ابناء جيل الارجنتين كان تقريبا اصغر لاعب في المجموعه نتاع حضره المنتخب هو مدافع الشبيبه فتحي الرمياني يتوجه لك بتحيه خالصه ويقول لك راني نحمل اجمل الذكريات عليك وكذلك على كل اللاعبين وانا
فهمني اخويا نحترم هذاك لاعب كبير لماني فهمني كنت نعشقه فهمني معناه كي كان يلعب فهمني مع القيروان انا القيروان كلها كنت نعشقها لان فيها لاعبين ممتازين فيها لاعبين فهمني معناه عندهم مستوى طيب فهمني بقى لغالة فهمني عندنا كان فهمني معناه خميس العبيدي فهمني في القيروان وقت هما يستاهلوا فهمني باش يكونوا ثلاثة فهمني ملاعبية على القليلة فهمني معناه من فريق القيروان لكن ظروفك الوقت هذاك فهمتني معناه يلزمنا نتنسوها ليكيب ناسيونال وناخذوا عاد لاعبين فهمني واللاعبين اللي تتماشى فهمني بعضها لبعض فهمتني وهذيك الكرة نعم من هذيك الكرة وفهمني وانا نتمنى القيروان كل الخير فهمتني لان فهمني شبيبة القيروان تعجبني فهمني تبقى مدرسة نعم تبقى مدرسة سيدي توفيق اذا كذلك تحية تجيك من سفيرة سميرة فراوة زميلة من الصحافة المكتوبة في تونس يبدو كذلك منظر هدريش ايضا مستمع فيه من عاصمة الجنوب صفاقس سمين بركلة استاذ تحية ليك اختصاص كرة الكرة الصغار هذيك بالنسبة للصولجان كذلك لاعب الباسكيت والجيل المنتخب وجيل السبعينات في الترجي صديقنا خميس الدخلاوي لاعب النجم المنتخب الوطني لكرة اليد محمد المعتمري متواجد حاليا في قطر كذلك يشرف على نادي الصدر القطري تحية ليك بالتوفيق المصارع الدولي كذلك تحية من البطل عامر دريدي اخونا توفيق هذه تحية تو تمشي وعايشك سي توفيق تمشي للفقرة ربي يفضلكم الكل وربي يعيشكم وربي يخليكم فهمتني وهذا شرف لي وهذا فهمتني فرحة كبيرة لي أنا وإحنا زاد كذلك سعداء باستقبال اسم وعلم وهرم كبير من الكرة التونسية سي توفيق النجاح مش في المنتخب فقط في 78 لكن بعد 10 سنين أيضا حققت لنا الفرحة والترشح لألعاب سيول كانت تعطينا فكرة على هذه المغامرة والله يلعب سيول هذيك فهمتني هي معناها المرحله الاخيره فهمتني اللي توفيق بن عثمان فهمتني واللي وقفت فهمتني معناها بعدها وما وصلتش فهمتني معناها المشروع نتاعي فهمتني الكارير نتاعي فهمتني اونطون كونترينور فهمتني ناسيونال فهمتني معناها تقصد فهمتني معناها بالحكايه هذه فهمتني نتاع سيول لأن فهمني لأن مش معقول فهمني معناها باش مدرب معناها يعمل نتيجة فهمتني معناها إيجابية مع المنتخب ومع فهمتني معناها البلاد متاعو فهمتني ويوصلها فهمتني معناها المكان فهمتني اللي باش تمثل فيه فهمتني معناها كرة القدم متاعها ومن بعدها فهمتني معناها يجي وفهمني معناها بين عشية وضحاها من غير أدنى سبب فهمتني معناها يتنحى ويتغير بمدرب آخر فهمتني هذه اللي غاضتني وأنا فهمتني راها فهمتني أنا فهمتني الكاريير كل متاعي تقصد فهمتني على خاطر الحكاية هذه لأن أنا إنسان فهمتني بالنسبة لسيول عيطولي عام 87 فهمتني شديت الفريق فهمتني والفريق هذايا اللي شديته فهمتني كان متكون فهمتني بعدة لاعبين فهمتني معناها ممتازين فهمتني وعملت فريق صحيح فهمت وربحت فهمتني معناها جمعيات كبيرة وترشحت على حساب جمعيات كبيرة منهم المغرب فهمتني اللي هي المغرب هذه كانت معناها ميوريكي بافريك بزاكي والتيمومي والمريس والبياز نعم فهمتني والمريس فهمتني ودولمي فهمتني كما قلت انت والتيمومي فهمتني احسن لاعب وسط ميدان فهمتني وقتها في المغرب فهمتني وقت تكون عبد العزيز بودرباله فهمتني وبادو زاكي فهمتني حارس مرمى حاسيلو ايكيب فهمتني معناها احسن ايكيب في افريقيا في الوقت هذاك كذلك فهمتني مصر فهمتني كانت من اعز الجمعيات كانت كذلك فهمتني جمعيه كبيره ياسر أنا تونس تترشح على حساب هالهرمين الاثنين هذوما فهمتني المغرب ومصر فهمتني وتتعدى فهمتني معناها للفاز فينال نتاع لي جوز اولمبيك في سيول فهمتني ومن بعداش فهمتني نجي معناها تجي الجامعه فهمتني معناها وتبدلني بونترينور فهمتني اجنبي يدرب فهمتني في الترجي الرياضي اسمه بيتشنزاك فهمتني يجي وينحيوني فهمتني ويعينوا بيتشنزاك مكاني معناها خبزة القاتو اللي أنا فهمني خدمتها وحذرتها والدنيا الكل يجي وفهمني يفكوها لي فهمني ويحكيوها له اللي هو فهمني وياكلها هو فهمتني هذه فهمني اللي غيظتني برشا
فهمتني؟ والسبب فيه فهمتي اللي شيء اللي عمل الشيء هذا لان الجامعه ما كانت ما كانش حابه. مش معقول فهمتني الجامعه باش تنحي اونترينور اللي هو قام بالواجب معاه. لكن فهمتني ثم شكون جاء للجامعه وطلب منها باش ينحي باش تنحي توفيق بن عثمان. فهمتني؟ الانسان فهمتني اللي طلب منها باش تنحي توفيق بن عثمان فهمتني هو انت هو فهمتني معنى السيد نقول لك عليه السيد سليم شيبوب. سليم شيبوب كان يحكم باحكامه فك الوقت هذاك فهمتني جاء للجامعة وجاء الرئيس الجامعة فهمتني بعد ما رشحت ليكيب ناسيونال أنا فهمتني جاهم وقال لهم فهمتني توفيق بن عثمان يزي يلزمو يمشي على روحه فهمتني يلزمو يقدم استقالته فهمتني ولهذا فهمتني يلزمكم تعلموه فهمتني باش ما عادش فهمتني معني باش يمشي من المنتخب. قالوا له كيفاش نحيو مدرب كيما هذايا بعد ما خدم الخدمه فهمتني وبعد ما عمل انجاز كبير فهمتني معناها ورشح فهمتني المنتخب فهمتني للالعاب الاولمبيه فهمتني للدور النهائي نتاع الالعاب النهائيه وقالوا له ما يلزمو يمشي على روحه. قالوا له علاش يمشي؟ قال لهم خاطر التوانسه فهمتني قال لهم التوانسه حدهم حد الدور الاول حدهم حد الدور الاول التوانسه اذا فهمتني ترشح الفريق وباش يتعداو للدور الثاني، الدور الثاني يلزم اونترينور اترونجي يلزم اجنبي يشد الفريق. معذر سي توفيق باش نمشيو لهذا الفاصل ثم نتواصل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك. ماي سين ترافل تفتح على بركة الله أبواب تسجيل الموسم العمرة 2019-2020. امتيازات كبيرة لحرفائها، سكن في أفضل الفنادق قرب الحرمين ونقل مريح في السعودية، طائرة خاصة على ذمة الوكالة، رحلات متعددة من جربة وكل مطارات تونس، رعاية خاصة للمعتمرين مع مرافقين ذوي خبرة وكفاءة عالية. للتسجيل للعمرة تتصلوا بمقر الوكالة في حومة السوق رومبوا الشراع ولا على الباش فيسبوك ماي سين ترافل. في جربات كلمونا على 50 55 32 54، في جرجيس 58 83 83 13، وفي تونس 29 83 03 01. مع العلم انه عملية تسجيل العمرة بالأولوية. مياسين ترافل تتمنى لكم عمرة مقبولة وذنب مغفور. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، مازلنا مواصلين معكم المشوار في الجزء الأخير من حديث النجوم الليلة الكابتن توفيق بن عثمان. في الجزء الثاني سي توفيق ما خرجتش من الشباك، راك دخلت في قلوب بالباب الكبير في قلوب كل الرياضيين اللي حبوك، هاك تشوف معناتها التفاعل بين الحصة الفارطة والحصة هذه، وتقريبا كان باش نقعدوا كل جمعة سي توفيق نبرمجوه يظهر لي ما يفاش الحديث. إذا كان عندنا بعض التفاعل مع السادة المستمعين بالهاتف ناخذ المكالمة الأولى. ألو مرحبا بك. ألو مرحبا. يعيشك يا سي ابراهيم. مرحبا اخويا عم محمد معنا. عمك محمد منزل برجيبه معك. مرحبا بك معك خويا سي توفيق، تفضل يا عم محمد. هيا سي توفيق خذ معك مكالمه. اهلا وسهلا، على السلامه محمد. الله يسلمك يا سي توفيق. مرحبا والله بيك يطول والله يطول عمرك. عايشك ربي يخليك. انا باش نفكرك في حاجات وبرا مخلينا من ملحمه الارجنتين. نعم. عام 69 في الخمسونية متاع الاسبيرونس. نعم. فريق اندرلخت البلجيكي. صحيح. شكون لعب فيه؟ متاع زيزات اللي اخذتهم الاسبيرونس شكون هما؟ ثم مع لعبية فهمتي معناها من فرق أخرى فهمني منهم أنا. أيوا سي توفيق وسي محمد الزواوي الله يرحمه. الله يرحمه. انا توا باش نسالك على الفرجان الدرويش وين حيو؟ لاباس فرجان الدرويش لاباس عليه، او في المرتى فهمتني نقابله كل يوم فهمني لاباس عليه. تحياتي لله.
باهي فما ملاعبي اخر في المرسى غبر ومشى ومتاع المانيا. اي شكونوا؟ هاي تتذكروش شكون هو؟ العربي العويني؟ لا حمادي شهاب. يعطيك الصحة شهاب. اي نعم شهاب تو في تونس تو ما عادش في المانيا. فهمتني؟ اي كان وقت خرج لالمانيا. اي مشى لعب في المانيا مع جمعية اسمها فورتونا كولن. صحيح. اي نعم يا حسرة على النبي. اسمع نحب نقول لك ونقول فني للسادة المستمعين اللي راهو مخي مازال فوق مني مازال فني معناها. اي لا مازالش مازال الميموار. نعم 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 الميموار مازالت لاباس عليها فهمتي وصحة لاباس وكل شيء لاباس ونعلم فني الموسوين نعلمهم نعرفهم الناس اللي تحبني فهمني نعلمهم ان توفيق بن عثمان راهو في صحة جيدة فهمتني والذاكرة متاعه مازالت فهمني 100%. ما شاء الله ما شاء الله. ويا راها لافينير ترجع للنفس ينال وترجع خير من قبل. يعيشك يعيشك سي محمد. يعيشك يرحم والديك. يعيشك سي محمد. والديك والديك والله يفرحك يا سي توفيق ويعيشك ويطول عمرك ويصير ان شاء الله. يعيشك سي محمد اذا كان عندنا يعطيك الصحه يا سي ابراهيم. مرحبا بك ان شاء الله ليتك زينه يعطيك الصحه. اذا كان عندنا المكالمه الثانيه ناخذوها في انتظار المكالمه الثانيه. شفت توفيق تفاعل تقول لي الساده المستمعين راهم من الاجيال الحاضره والسابقه كلهم مازالوا يتذكروا مازالوا يعيشوا على طيبه واخلاق سي توفيق بن عثمان. المكالمه الثانيه اذا كان جاهزه في انتظار المستمعين. كيفاش سي توفيق نكملوا الاجواء تو وين متواجد سي توفيق اللي يحب هكا يقابلوا نهار هكا ولا حاجه وين نلقاو سي توفيق في الحياه العامه تو في المرسى؟ والله فهمني انا مستعد فهمني باش نقعد فهمني مع مهما انسان فهمني يحبني ولهذا فهمني هاو نعطي النمر والتليفون نتاعي واللي يحب فهمني باش يقابل توفيق بن عثمان راهو فهمني مستعد فهمني باش نقعد معاه. يعيشك يعيشك احنا حبينا باش نذكر برك السادة المستمعين نحطهم في الاطار معناها برشا اسماء خاطر هذه يقول لي وين لقيته وين جبته وين لقيته يا ولدي موجود سي توفيق على الساحه راه موجود. انا نحكي مع المواطنين كل فهمتني ونقول لهم كل ما يلزم والتاريخ فهمتني معناها اللي هما ما يعرفوش انا مستعد فهمتني باش نوضحه لهم فهمتني. مرحبا باللي يحب يقعد معايا. نعم جاتك كذلك تحيه من القيروان حميده باشا هي مستمعه وفيه تحيي كذلك طارق العيدي وجالك تحيه حاره لسهر الضيفه. شكرا لكم اعزائي المستمعين من القيروان من جبال الكيف العاليه ثم صديقنا زاد كان لاعب سابق ما عادش تتذكر ولا هذا محدين بالعربيه سي توفيق من جيل ابراهيم الشاف وتبورسكي وبالرابح من اولمبيك الكيف. كذلك التحية تجيك من جابس مدينة الرومان محمد عبد الله الجابسي اللاعب سابق من الجيل المؤسس نجم نقولوا لجليزة للملعب المستقبل الجابسي وإحنا ذكرنا الملعب الجابسي كذلك تحية لهذا الفريق الهرم اللي جاب لنا من أحسن الحراس اللي اختارهم هك ولا سي توفيق 78. نعم صحيح صحيح بالنسبه فهمني معنا للملاعب هذايا فهمني ملاعب فهمني كبير فهمني وعنده امكانيات فهمني كبيره فهمني من احسن الملاعبيه فهمني اللي جابتهم الكره التونسيه. هاو ثم تليفون اخر سي توفيق ناخذوه. الو الو مرحبا بك. اهلا بك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا بخويا تفضل شكون معنا؟ علي بن يوسف. اهلا سي علي شنحوالك اخويا صديقنا علي بن يوسف مستمع وفي من جربه ومعك سي توفيق. مرحبا بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. شرفتنا يا اخويا. الله يعيشك. انا من هواة النادي الافريقي سي توفيق. نتشرفوا. وعام 78 الفريق هكا التو عندي معلقه مستحفظ بها. بطل تونس اندري ناجي هو المدرب ويلبس هكا الطربوشه وانا من فوق. اي. فهمت؟ باهي سي توفيق في الوقت هكا فما تصفيات نتاع كاس تونس فما فرق جبت الجمعيه الجربه نادي صفاقسي وسيكاك ومعاهم شعز الدين شقرون وتفرجت فيهم انا. علاش القسم الثاني ما تلفت ولاش خلاص. كيفاش؟ السؤال الثاني التحضيرات نتاع الفريق القومي في الارجنتين
ثم جمعيات تعمل لانترينمون فوتبال، تظهر لي الفريق القومي ما عملش فوتبال، عمل فريق اخرى انترينمون فوتبول. نعم انترينمون، الجمعيات تعمل انترينمون فوتبول. اي قلت اللي شفناه قبل ما يلعبوا الماتش ايه ايه ايه، يقصد معناها الطرق من الطرق نتاع الاحماء، فترات الاحماء نتاع اللي شوف مو سي توفيق. لا ما عملوش فوتبول، عملوا لعبه اخرى. لعبه اخرى وقتاش؟ عملوا باسكيت. باسكيت يا ولدي، تعرف شنو الحكايه نتاع الباسكيت؟ ايوه هذه نقولها لكم الحكايه نتاع الباسكيت. وقت اللي احنا فهمني هبطنا باش نترناو فهمني ونعملوا انترينمون فهمني النورمال نتاعنا، فهمتني؟ احنا فهمني الداخل في التيران ونشوفوا في الملاعبيه نتاع 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 المكسيك فهمتني، معناها داخله فهمتني. ايوه شفنا الملاعبيه نتاع المكسيك داخله، وقت اللي هما شفناهم داخلين فهمتني بدلنا فهمتني معناها الانترنو ورديناه باسكيت فهمتني، باش ما يشوفوا حد شيء. حلو حلو هذا، يعطيك الصحه خويا علي، يعطيك الصحه على التفاصيل. شكرا لك خويا علي. ناخذ المكالمه الموالي اذا كان جاهزه، نقولوا الو. الو مرحبا، اذا كان عندنا التليفون ناخذوه المكالمه المواليه. الو الو مرحبا. مساء الخير. مساء النور خويا العزيز، مرحبا، شكون معنا؟ معك سي توفيق. خويا توفيق من جربة، معك سي توفيق، القلب على القلب، توفيق على التوفيق. هيا سيدي، هاو معك سي توفيق بن عثمان. السلام سي توفيق. اهلا وسهلا، مرحبا بك. هكا الاسم على الاسم وربي يجيب القسم. امين. عايش. مرحبا بك في اذاعتنا. عايشك الله يخليك. سي توفيق، انت وسي عبد المجيد الشتالي صنعتوا ملحمه الارجنتين وصنعتوا ربيع كره القدم التونسيه وشرفتوا بلادكم. فريق الارجنتين الحمد فريق لله فريق الارجنتين لتوا ما جاش فريق وطني كيفه، واحنا التوانسه نبقاو ديما عايشين على الاطلال. صحيح. صحيح. سؤالي ليك في توفيق، كل لاعب او كل مدرب خلال مسيرته عنده مقابله ولا اكثر تبقى له راسخه في الذهن وما تتنساش، بالنسبه ليك كلاعب في مستقبل المرسى شنو هي المقابله اللي بقات لك في البال، وكمدرب للفريق الوطني كيف كيف شنو هي المقابله اللي بقات لك في البال؟ بالنسبة لي فهمتني كلاعب المقابلة فهمتني اللي أنا قعدت لي في البال فهمتني تقعد راسخة في عقلي، هي مقابلة نهائي الكأس اللي أنا استلمته من يدين المرحوم الحبيب بورقيبة سنة 61 وأنا قائد فريق نتاع المستقبل من مرسى. وقتها لعبنا فهمتني ماتش ضد الملعب التونسي وربحنا 3-0 فهمتني، وطلعت فهمتني للمنصه وخذيت الكاس من يدين المرحوم الحبيب بورقيبه فهمتني ربي يرحمه. فهمتني؟ اي والله. رئيس الدوله. اي والله. هذه بالنسبه فهمتني معنى المستقبل هذه من مرسى. بالنسبه فهمتني للمنتخب المقابله فهمتني الكبيره فهمتني اللي انا قعدت لي في البال اللي فهمتني صرنا وصلنا بها واللي ترشحنا بها للارجنتين، هي مقابل تونس ومصر 4-1 فهمتني في المنزه. وتونس والمغرب كذلك سي توفيق، البينالتي اللي شدها توغا نتاع فراس. اي داكوردو، ذيك سي بارتي اليميناتوار ذيك فهمتني، بون توغا فهمتني معنا قوي فهمتني في البينالتيات فهمتني معنا ومطالب فهمتني بشدان البينالتي فهمتني معنا على خاطر البينالتي ماك تعرف فهمتني كيما ينجم ينجح فهمتني وكيما ينجم ينجحش فهمتني، معنا ثم مساله حظ نتاع حارس فهمتني، يمشي لشيره يلقى روحه فهمتني شاد الكره ولا يمشي لشيره يلقى الكره فهمتني بجنب الاخر فهمتني. فهمتني هذه بالنسبه لي فهمتني ماهاش مقابله اللي تقعد لي في الذاكره، اللي تقعد لي في الذاكره هي المقابله نتاع ترشح راي أخيرا. ترشح ترشح للمونديال راهو ترشح للفاز فينال راهو فهمتني، ولهذا مقابله تونس ومصر فهمتني معناها نتاع 4-1 هذيك اللي تقعد لي في الذاكره بالنسبه لي كمدرب في المنتخب.
يعطيك الصحة سي توفيق، وتبقى ديما رمز معناتها من رموز كرة القدم في تونس، وملاعب كبير ومدرب وطني كبير، ويعطيك الصحة. شكرا لك خونا توفيق. شكرا لك خونا توفيق. يا سي توفيق جاتك كذلك تحية من صديقنا منير بن الرباح، يقول شكرا خويا إبراهيم على هذا الحوار الشيق مع رمز من رموز الكرة التونسية. لكن هذا جاك سؤال من عند صديقنا كذلك المرة الثانية، نرحبوا به تحية كبيرة برشا، صديقنا طيب جلاسي لاعب سابق للترجي، يقول لك اشكالي لو ميور جوير تونيزيان دو تو لي تون. لو ميور تونيزيان دو تو لي تون بالنسبه لي، بالنسبه لي فهمتني نور الدين ديوا، فهمتني لاعب الملعب التونسي. وحتى حتى الاسم غير ما حبيش تقرا. اذا خاصيات بالله سي توفيق للجينيراسيون هذوما ما قلتوش على دي، خاصيات بعجاله باعتبارك انت ملاعبي ومدرب، شنو بالضبط اللي يمتاز بها دي وعلى هالنجوم اللي جات بعد هذا واللي ما حضرتش تقريبا؟ يا ولدي نور الدين ديوا فهمتني مالقري القصر نتاع الطاي نتاعو فهمتني ما ينجم يحصروا حتى مدافع، فهمتني انسان رابيد تكنيسيان فهمتني دريبلور كبير فهمتني تاع شنو يهبل المدافعين فهمتني ويسجل بونتوات فهمتني معناها بونتوات امبوسيبل فهمتني باش ملاعب فهمتني ينجم يسجلهم راهو يبدا فهمني معنا ما نعرفش انا داير فهمني للكون تاعو فهمني يعطيه الكره ويلف يدور ويلفها فهمني ويجيبها في الشبكه، ملاعب كبير فهمني ملاعب مستوى عالي فهمتني صراحه. نور الدين ديوا بالنسبه لي هو احسن لاعب فهمتني خلقته تونس. هذه شهاده. نمشيو سي توفيق لفقره سؤال واغنيه بعجاله نكملوا بها فقرتنا اليوم. نمشيو مع السؤال الاول، قلنا شكون نبداو بالسؤال الاول هذاك، شكون الرساله مضمونه الوصول بعجاله لشكون باش توجهها بعد هذا الفصل؟ المرسول الحاضر باش يهز الرساله من عند سي توفيق بن عثمان، شنو مضمون الرساله بعجاله سي توفيق؟ الرساله لشكون باش توجهها وشنو مضمونها سي توفيق؟ شكون؟ ايوه مضمون الرساله، قلنا كان عندك رساله تحب توجهها ولشكون باش توجهها؟ والله باش نقول لك فهمني فيها فهمني تفكير فهمني الرساله هذه، يعني الرساله فهمني نوجهها فهمني ساعة قبل كل شيء فهمني للرئيس الجامعه فهمني التونسيه لكره القدم فهمتني، بالنسبه فهمني لمنتخب تونس فهمتني اخي فهمتني ماذا بيا فهمني راه منتخب نتاع فهمني نتاع تونس حاليا فهمتني معناها يوصل فهمتني معناها يعمل انجازات فهمتني كبيره فهمتني كما عملهم المنتخب نتاع 78. نعم ماذا بيا فهمني معناها تونس فهمتني معناها تبدا فهمتني الدرب نتاعها عالي فهمتني معناها في البلدان الكل فهمتني، وماذا بيا فهمتني معناها الرساله الكبيره فهمتني معناها في تونس فهمتني الوضع فهمتني ماذا بيا فهمتني معناها يتحسن ان شاء الله ان شاء الله. نعم نمشيو للسؤال الثاني يا سي توفيق. نعم السؤال الثاني، الشخصية ترتاح لها نفسيا في قاعدة هكا ودية أخوية بعد هذا الفصل. يلا صبوا هالقهوة. شكون هل يرتاح معاه سي توفيق؟ وبكري قال الباب الدار مفتوح والتليفون للناس الكل ويجوا مرحبا بكم في المرسى. شكون سي توفيق السعيد الحظ هذا؟ والله سعيد الحظ انا ماذا بيا فهمتني معناها نقابل عبد المجيد شتالي فهمتني معناها ونعاود نقعد معاه فهمتني قعدات فهمتني لان عندي قرابه ال 20 سنه فهمتني مريتوش فهمتني وما تكلمتش معاه فهمتني ما حكيتش معاه. ان شاء الله ان شاء الله. تحيات تحياتنا لسي مجيد، تحياتنا لسي مجيد وثنائي ان شاء الله تبقى في القلوب. نمشيو للسؤال الثالث، ولا مره جمعنا الهواء شخصيه يتمنى سي توفيق بالجلوس معها، هي في الحقيقه ما صارتش لكن يتمنى بعد هذا الفاصل نعرف الاجابه من سي توفيق بن عثمان. ولا مره كنا سوا، ولا مره ولا مره جمعنا الهواء، ولا مره.
يلا الإجابة من عند سي توفيق، من هي شخصية من مقابلتها؟ الشخصية فهمني اللي أنا نتمنى فهمني معنا نقابلها فهمني ونعاود أن نرجع للتاريخ الهائل فهمني اللي احنا فهمتني معنا عشناه قبل، هو السيد فؤاد المبزع فهمني اللي ترشحنا به الكاس العالم، وانا ترشحت به فهمتني لألعب سيول. أيوة هذا الشخصية فهمتني هو في كاس العالم كان هو وزير الشباب والرياضة، وفهمني والمنحمة متاع سيول فهمتني وترشح سيول كان هو وزير الشباب والرياضة كذلك. الله 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 الله. نكملوا سي توفيق فقرتنا هذه بالسؤال الأخير، الشخصية يتوسم فيها كل خير سي توفيق بن عثمان المدرب القدير والمحبوب من كل الجماهير التونسية. بعد هذا الفاصل نتعرف على الإجابة. تمنيتك توسمت فيك الخير، تمنيتك واصبرت يا ما صبرت وترجيتك، وبعد الشقا بتريك كريم جمالك توسمت فيك. من هو اللاعب والمدرب والنجم نقولوا الفني اللي يتوسم فيه سي توفيق؟ باش تكون شهاده اكيد، شهاده باش تضرب في القلب، هذه تقعد في ذكريات سي توفيق. شكون هذا؟ والله برشا برشا فهمتني ناس فهمتني معنا نتوسم فيهم الخير فهمتني، من ملاعبيه ولا من مدربين ولا سالش كما تحب. انا واحد من الناس بصراحه فهمتني انا معجب انا تويكا بالنسبه للمدربين، بلاسعد البريدي اسمي المدرب فهمتني نتاع النادي الافريقي، وكذلك مدرب الترجي الرياضي، وكذلك فهمتني معين الشعباني معين الشعباني تحيه لي فهمتني عمل كبير وتحيه لي فهمتني، وهز بطولات فهمتني معناها وعمل فريق فهمتني كبير وبالمناسبه فهمني معناها نشكر فهمني الجمعيه هذه فهمني لان فهمني معناها هز فهمني معنا الدرب وفهمني نتاع تونس فهمتني معناها وهز فهمني معناها وتشرف تونس فهمتني في جميع المحافل فهمتني معناها في الشامبيونز ليغ فهمتني وملاعبيتها فهمني معناها يقوموا بالواجب فهمني معناها وعندهم ادوار كبيره يقوموا بها فهمتي لاجل الجمعيه نتاعهم. الجمعيه هذه فهمتي معنا اكبر جمعيه واحسن جمعيه فهمتي توا موجوده في تونس فهمتني، ولهذا فهمتي نتمنى لها كل النجاح فهمتي ونتمنى لها المواصله فهمتي معنا في الانجازات نتاعها. سي توفيق تو النتيجه النهائيه بوعيش يقول لي احنا رابحين واحد بلاش، شنو هي بعد ذكرى كل احنا رابحين واحد بلاش؟ على كل مرحبا بك سي توفيق، نخلوا لك كلمه الختام واحنا سعداء باستماع إلى صوتك في الحقيقة ورجوع إلى حنين كرة القدم التونسية. كلمة أخيرة بعجالة لكل مستمعين راديو لسفام. ألو وي سي توفيق، كلمة أخيرة أخي العزيز في ختام هذه الحلقة الثانية المشوقة الحلوة برشا معك. كلمة أخيرة فهمني بالنسبة لتونس فهمتني، نحب نرأى تونس فهمتني معنا فهمني في وضعية فهمني خير من الوضعية اللي هي موجودة فيها فهمني تويكا، ونتمنى فهمني من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية فهمني ومن ناحية من جميع النواحي فهمني تونس ترجع فهمني كما كانت قبل. أنت تمنيت لتونس بالنسبة فهمني وبالنسبة فهمني لكم أنتوما. يعيش يعيشك، نسمع فيك سي توفيق. بالنسبه فهمني الراديو اليس اف ام فهمتني عديت معاه فهمني فترتين فهمني كبار ياسر فهمني، وبارك الله فيهم فهمني في تفكيرهم ليا، وبارك الله فيهم في سمعانهم فهمني معناها الكلمات الوجيزه فهمني اللي اعطيتها فهمتني، اظن فهمني كنت في المستوى فهمتني مع جميع المواطنين فهمتني اللي سالت عليا واللي تكلمت معايا فهمتني، ولهذا فهمتني معناها ربي يوفقكم انتم فهمتني في المهمه نتاعكم. شكرا لك سي توفيق، واحنا كذلك سعداء وسعداء جدا جدا، تحيه لك وتحيه للعائله المصغره لكل اللي معاك، وكذلك لكل احباء توفيق بن عثمان احباء القنوية احباء المنتخب الوطني وكل اللي عاشوا معنا السهرتين هذوما. سهرتنا مازالت متواصله على راديو اليس اف ام كاريزما بعد الثنائي زميلتنا ايمان وسامي باش يحفلوا معكم السهريه اكيد، ما تغيروش الموجه، تقعدوا معنا في 90.1 ولا 104.3 ولا لموقعنا على الانترنت www.ulis-fm.net. صباح الخير الناس كلها.